السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله يا دكاترة هنكمل النهاردة الأمراض اللي بتصيب الكتكوت من عمر 10 لـ20 يوم. احنا خلصنا آخر مرة كوكسيديا، فطبعا لازم نتكلم عن الكوليستريديا. الكوليستريديا الديزيز في البولتري عندي بيكون ليها كذا فورم. الكوليستريديا بتعمل لي النيكروتيك انترايتس والكولانجيو هيباتايتس والالسيراتيف انترايتس والجانجلينا الدرماتايتس والبوتيوليزم. وباذن الله هنتكلم عن الامراض ديت في الفيديو ده والفيديو اللي بعده. المسبب هنا الكوليستريديا هي جرام بوزيتيف بكتيريا بتعيش في الصويل وفي الدست وفي الفيد وفي الفيسز والليتر في البولتري فارم، وهي سبور فورمينج انيروبيك بكتيريا روت شيب بكتيريا. هنتكلم عن اول فورم اللي هي النيكروتيك انترايتس. في منها تو فورمز، اكيوت وكرونيك. الاكيوت ده بيكون فيه سادن هاي مورتالتيز، اما الكرونيك بيكون فيه مال ابسوربشن والا في زياده الوزن والا في الفيد كونفرشن ريت. المرض عندي بيصيب معظم البولتري زي التشيكن والكويلز والتركي والدكس، خاصه البرويلرز. بيتميز باسهال فجاه وميوكوزا نيكروزس. الايكونوميك امبورتنس عندي ان هو بيكلفني عالميا مصاريف كتيره في العلاج سنويا حوالي 2 بليون دولار. بيزود لي المورتاليتي وبيقلل لي الزياده في الوزن والفيد كونفرشن ريت، وبيزود لي الكونتامينيشن اثناء عمليه التجهيز اللي هو الكاركاس او الليفر بس، وهو زونوتيك ديزيز. الاتيولوجي بتاعه بسبب التوكسينز بتاعه الكوليستريديا بير فرنجز. البكتيريا ديت في منها كذا تايب، A و B و C و D و E. في البولتري عندي خاصة ال A وال C. بيطلع منها توكسينز مهمة زي الألفا توكسين والنت بيتا لايك توكسين. دول أخطر توكسينز بتطلع، والنت بيتا لايك توكسين ده أخطر من الألفا. المود اوف ترانسميشن هنا عندي فيكال اورال ترانسميشن بالانجيشن وكونتامينيتد الفيد او الليتر والهاوس فلايز اللي هو الدبان. بالنسبه للموربيديتي والمورتاليتي عندي هنا في البرويلرز يوميا 1% بتوتال 10 لـ40% مورتاليتي. في الكويلز عندي ممكن توصل لاكتر من 90%. اما بالنسبه للسستبل ايج عندي في البرويلرز مش اقل من 9 ايام، عندي متوسط من 2 لـ6 أسابيع. طب ليه مش اقل من كده؟ عشان خاطر البي اتش بتاعه اليونج، البي اتش بتاعه الاستومك بتاعه اليونج بتكون مور اسيدك، فدوت بيمنع نمو البكتيريا. التركي بيتصاب من عمر من 7 لـ12 اسبوع. البريدرز واللايرز عندي في اي عمر. طبيعي الكوليستريديا دي موجودة في الانتستين. فبالنسبة للكوليستريديا بيرفرنجز ديت اصلا طبيعي موجودة بعدد من 10^2 لـ10^4 سيل فور يونت في الجرام في الانتستينال كونتنت بتاعة الهيلثي تشيكن. لو قارناها بديزيز بيرد بتكون حوالي من 10^7 لـ10^9 سيل فور يونت في الجرام. بس الزيادة في العدد ديت غير كافية لإحداث الإصابة، لازم يكون في predisposing factors اللي هي virulence factors عشان تحصل الإصابة. لذلك النيكروتيك انترايتس دوت مرض مالتي فاكتوريال ديزيز، ما بيحصلش بس بسبب الكوليستريديا ذات نفسها، ولكن لازم تبقى في عوامل تانية معاها. وكمان مش شرط تكون كل أنواع الكوليستريديا بيرفرنجز باثوجينيك. في منها نان باثوجينيك مش بيعمل لي المرض، يعني النيكروتيك امترايتس بيحصل بسبب الباثوجينيك سترين من الكوليستريديا بيرفرنجس. طيب ايه؟ رغم انهم نفس الكوليستريديا ونفس الطيب بس مش كلهم باثوجينيك ولا كلهم بيحدثوا المرض. هنتكلم على البري ديسبوزنج فاكتورز اللي هي مهمه جدا لاحداث الاصابه. في النيكروتيك امترايتس انا عندي الكوليستريديا بيرفرنجس لوحدها ما بتعمليش مورتاليتي، والايميريا مكزيما لوحدها ما بتعمليش مورتالتي، لكن لو اجتمعوا مع بعض هيعملوا لي حوالي 28% مورتالتي. بقيه البريديسبوزنج فاكتورز عندي اي حاجه في المانجمنت او في الانفايرمنت من نيوتريشن او ستريس او كوكسيديا، بالاضافه طبعا للباثوجينيك سترين من الكوليستريديا بيرفرنجز. البكتيريا ذات نفسها هنا عندها عوامل بتزود الفيرولنس بتاعتها،
عندها اول حاجه الادهيسيف فاكتور، في ماده اسمها الاكسترا سيلولار ماتريكس مولكيولز، دي بتكون موجوده في الانتيروسايتس، البكتيريا بتمسك فيها. عشان يحصل الكلام دوت لازم يحصل ديستراكشن للفيلاي، ويحصل ديستراكشن للوول بتاع الانتيروسايتس، ويحصل له سلافنج للماتريكس ديت فتمسك فيها الكولستريديا ويحصل كولونايزيشن. تاني فاكتور عندي حاجه اسمها البكتيريوسينز، ديت حاجه بتتفرز من الباثوجينيك سترينز بتاعه الكولستريديا، الماده ديت صايده للي هي نون باثوجينيك سترينز، فكلما زادت هتزيد انتاج الماده ديت، فدوت هيقلل النون باثوجينيك كولستريديا وهيساعدها ان هي تنشط الباثوجينيك وتتوفر التغذيه ليها لوحدها. يعني تالت حاجة عندي اللي هي التوكسين برودكشن، اللي هو النت بيتا لايك توكسين، التوكسين ده لما بيطلع بيعمل لي بورز في السيل ممبرين، وده هيأثر لي على البرميابيليتي وهيعمل لي سيل لايسز وسيل ديث. رابع حاجة والأخيرة الكولاجينوليتيك انزيمز، برضو البكتيريا دي بتطلع لي انزيمز بتأثر لي على الكولاجين وبتشتغل على البيزمنت ممبرين بتاع الانتيروسايت، وهتأثر لي على الجونكشن ما بين الانتيروسايتس، فيحصل لي سيباريشن ما بينهم، هيحصل لي سلافنج للابسيليوم فينتج عنه مال ابسوربشن وبعد كده نكروزس. تقسيمة البريدسبوزنج فاكتور لانفكشوس ونون انفكشوس ومانجمنت، الانفكشوس عندي الكوكسيديوزس، وجودها بيؤدي لوجود الكولستريديا. تاني حاجة اي مرض بيقلل لي المناعة زي الجمبور والتشيكن انفكشوس انيميا والماريكس ديزيز، الموضوع ده بيخلي لي الباثوجينيك بكتيريا تنشط. اما بالنسبه لنون انفكشوس فاكتورز ودي مهمه جدا، يعني احنا ممكن نعالج الكوليستريديا بس برضو يفضل مفيش نتيجه بسبب وجود الفاكتورز دي، اللي هو مثلا ان انا باكل بارلي او ويت، المادتين دولت اول زيهم بيبقى فيها حاجه اسمها نون ستارش بوليساكرايدز، الماده ديت بتزود لي الفيسكوستي بتاعه الدايجستا، وديت جود ميديا للكوليستريديا ان هي تنمو. تاني حاجة بالنسبة للفيش ميل لازم تكون جودتها عالية، لان هي بتكون غنية بالامينو اسيدز اللي بتحتاجها الكوليستريديا، وجواها كيميكال سبستانسز بتعمل لي روجنز في الانتستين والجزرد، وبتكون غنية بالزنك اللي هو بيدخل في تركيب الالفا توكسين. تالت حاجة عندي الليبيدز، ورابع حاجة الدياتوري بروتين والامينو اسيدز كونتنت، خامس حاجة شكل الفود، الماش فود بيكون اكتر من البلتد في ان هو يساعد الكوليستريديا. بالنسبه للمانجمنت عندي الفرشه لازم ما تكونش ويت لتر، وطبعا اظبط الكثافه لان زيادتها بيكون ستريس وبيحصل اميون سبريشن، وان ما يبقاش فيه حاجات حاده فيها، والاكل ما يكونش فيه حاجات حاده، يعني الفيش ميل ما يكونش فيها سباينز، والبارلي يكون من غير شوك. نتيجة الفاكتورز ديت هيحصل لي حاجة اسمها ديسبكتريوزس، الديسبكتريوزس ديت معناها امبالانس ما بين البنفيشيال والنون بنفيشيال بكتيريا. بعد كده بالنسبة للباثوجينيسيس، وجود الكوكسيديا بيحفز نمو وظهور الكوليستريديا، فالجوبلت سيلها تطلع لي ميوكس، وده جود ميديا لنمو الكوليستريديا، فهتطلع لي بلازما بروتينز، ودي بتنشط الكوليستريديا وبتفرز لي الكولاجينوليتيك انزيمز، وهتعمل لي زياده في البرميابيليتي بتاعه الانتيروسايتس، وهتكسر البيزمت ممبرين والجانكشن اللي ما بين الانتيروسايتس، فهتنشط الباثوجينيك سترينز زياده تفرز لي البكتيريوسينس اللي هي بتقلل النون باثوجينيك كوليستريديا، واخر حاجه هتفرز لي النت بيتا توكسين اللي هو هيعمل لي بورز في الممبرين ويحصل لي سيل لايسز وبعد كده ديس. طب ايه الاعراض الظاهريه اللي هنشوفها للمرض دوت؟ الكلينيكال ساينس عندي متقسمه لحاجتين، اكيوت وسب كلينيكال. بالنسبه للاكيوت طبعا ده الخطر، بيكون سادن ديس من غير ظهور اعراض، بس هي الوفيات والطائر بيكون كان حالته كويسه، يعني الوفاة بتحصل خلال من ساعة لساعتين. السب كلينيكال عندي بيكون المورتاليتي قليلة، وفي ديكريس في البرفورمانس، وفي ديكريس في البادي ويت، وبلاقي اورانج تو براونش دايريا، وبيكون لازق في الكلواقة. طب لما اجي اشرح هشوف ايه؟
ولما اجي افتح اولا بيكون صعب ان انا افصل الجلد عن اللحم، وبيكون بيجي في الاعمار غالبا من الفراخ الكبيره 25 اسبوع او قبل انتاج البيض، وبيكون مرتبط بالكوكسيديا زي ما قلنا. الامعاء بتكون منفوخه ومحتواها باين من بره. البكتيريا غالبا بتكون موجوده في الجوجينم والاليوم، عشان خاطر البي اتش هناك اعلى واقل في الاكسجين، فبلاقي انزفه في جدار الامعاء. بلاقي طبعا رغاوي عشان في جاز لما باجي افتح في الامعاء. لما بشوف الامعاء مشعره باحمر دي بيكون بسبب وجود الكوكسيديا. عامه هقسم البي اتش ليجونز في الحاله الاكيوت، بقسمها 4 ديجريز. اول ديجري بشوف سين وول في السمول انتستين، تاني ديجري بيكون في فوكال نيكروزس او ألسريشن، تالت ديجري بيكون في لارجر باتشز او اوف نيكروزس، رابع ديجري عندي سيفير اكستنسيف نيكروزس. اما في السب كلينيكال بيكون في مايلد سمول، الدايمتر بتاعه من 1 لـ5 ملم، فوكال ألسر على السمول انتستين، وبيكون ليها الفيلفت لايك ابيرنس اوف السمول انتستين، بتكون تاول لايك ابيرنس او شبه السجاد. الميكوزا عامه بيكون متغطيه بيلو اورنج سودو ديفسيرتك ميمبرين. الانتستينال كونتنت هنا بتكون دارك براون ويز نيكروتيك ماتيريال. الانتستين في الاول بتكون سيك، وبعد كده بتبقى سن وديستندد بالجاز والووتري كونتنت. اما الليفر بيكون سوولن ودارك، علامة مميزة ان هو دارك وفي نيكروتيك فوكاي. الجول بلادر بتكون سوولن. ممكن يحصل لي سكندري للمرض دوت الفورم التانية اللي هي كولانجيو هيباتايتس، ان الانفكشن هنا عدت الانتستين وصلت للليفر. فهنا هو ملوش اعراض ظاهرية واضحة، بس بيكون في نافع عمال يزيد. شكل الليفر احيانا بيكون عنده حاجة كاركترستيك اسينوس ابيرنس او مولتد ويز مالتيبل سمول جريش او جرينش فوقاي، زي الصور اللي هحطها باذن الله. والليفر بيكون فيه هيباتايتس، حجمه كبير ولونه بيل او اصفر. اما الجول بلادر بتكون ادمتس وجواها ديستندد بفلكتويتنج ماتيريال. وبرضه الجول بلادر جدارها بيمكن يحصل فيه سماكة احيانا بيصل من 5 لـ6 سنتي. ديت بتكون في مراحل اخر مراحل التسمين اللي هي قبل الذبح. والسب كات فات غالبا بيكون احيانا، قصدي بيكون اصفر لونه اكتريك كالر. تالت فورم عندي الالسراتيف انترايتس، دي في التشيكن والكويلز. المرض ده بيتسمى الكويل ديزيز عشان خاطر هو بيأثر لي جامد على الكويلز. هو اكيوت وورلد وايد هايلي كونتاجيوس ديزيز، بيحصل هنا بسبب فورم كولستريديوم اسمه كولستريديوم كولينام. كولينام يعني بيأثر لي مينلي على السيكم، بيتميز بوجود ألسرز وبرفوريشن في السيكاي. السبيشيز هنا اللي بتأثر كل الطيور غالبا، بس مينلي في الكويلز من عمر 4 لـ12 أسبوع. المرتلتي هنا بتوصل لـ100%، والبي جونز والتركي والتشيكن بتكون أقل خطورة، مرتلتي 10%. الحاجات اللي بشوفها مينلي أفكت السيكم، بلاقي فيه ألسرز بتكون بشكل ديب بوتون لايك ألسر، بشوف هيموريدج، وممكن الليفر يكون بيل وفي النيكروتيك باتشز. النيكروتيك باتشز دي ممكن تكون ميلاري في هيئة نقط، او يزيد الدايمتر لسنتي لـ2 سنتي، وبيكون محاط بهمراجيك زون. الاقي فيه انلارجمنت، والسبلين برضو بيكون فيه انلارجمنت وهيموريدج. اصابة الكبد ممكن يوصل لحالة الديستروفي، بيكون يونيلاترال او بايلاترال. بعض الحالات بلاقي أنزفة في الميوكس كود بتاع البروفنتريكولس. رابع فورم عندي الجانجرينوس ديرماتيتس، بيحصل لي في التسمين من عمر 4 لـ8 أسابيع، والليرز من عمر 6 لـ20 أسبوع، والبريدر 20 أسبوع. بشوف درجات من النيكروزس في أماكن مختلفة من السكن، مع سيفير سيلولايتس بتاع أوف السبكة تيشو، زيادة المورتاليتي،
وبيحصل sudden death خلال 24 ساعة. المورتاليتي عندي من 1% قد تصل ل60%. الليجنز بتكون دارك ريد تو بلو جرين، والاماكن المصابة غالبا بيقع منها الريش، وبتبدأ غالبا من الجناح وبتنتقل للاماكن اللي جنبه. المرض دوت بيصيب الطائر وهو حي. لما باجي بفتح تحت الجلد دوت بشوف إديمة وهيموريدج، وممكن الاقي او لأ جاز، يعني ممكن اشوف انفزيمة او لأ. غالبا في الفورم ديت الفيسرا مش بتتأثر، ونادرا ما الاقي جاز بابلز على الليفر. ممكن يأثر لي طبعا على الفود باد، هيعمل لي ابسس وانلارجمنت وبتكون هوت. حوار الفود باد دوت بتعمله كذا بكتيريا زي السافيلوكوكس والستريبتوكوكس والكولستريديوم سيبتيكم والكولستريديوم بيرفرنجس. بس لازم طبعا عشان يحصل المرض دوت ان يكون في انجري زائد اميون سبريشن. خامس فورم عندي البيتوليزم، ديت بتحصل برضو في الدواجن. بشوف سنجل او مالتيبل نكروزس في الليفر، ده نادرا. المفروض ان انا امنع حدوث اي جرح من حاجات حاده موجوده حوالين الفراخ او الكانابوليزم، واقلل حدوث الخبطات، وازود المناعه، وامنع اي مرض يقلل المناعه. الاتيولوجي هنا الكوليستريديا بترينم، ديت معظم الطيور بتتصاب بيها. الكلينيكال ساينز بتظهر من ساعات لايام. الاعراض هنا بتبقى عباره عن باريسس في الليجز والوينج والنيك والايليدز. الشلل بيحصل بسرعه. الطائر بيقع بحجم بعرض مميز انه يكون في اكستندد للهيد والنيك فورورد. العلاج في الحاله ديت ان انا هوفر فيتامينز زي الاي والدي والاي والسيلينيوم مع مضادات حيويه زي الباسيتراسين